هو يا اخوان ملعب الثمامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جماعة الخير؟ إن شاء الله تكونوا في أفضل حال وأتمنى لكم كل الخير. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قلب كوري لكم يا إخوان، تعلمنا من قوينا كوري هذاك، الله يذكره بالخير. دخان صح؟ ما دخن، هذا برد وأنا ماني لابس جاكيت. قبل ما نبدأ يا إخوان، سوي إيش؟ دحين بروح عند أبويا. سوي لك يا جماعة يا إخوان، اسمك العامل شيبة كمان. قول له أبويا سوي اسم برد كمان، بس أخو حقكم المطار كمان. شوف حطوا الله يكمل، ما في شيء بس احلان وروحوا لك كمان سريلانكا. الحين لازم يا اخوان، قاعد اجيب واسطات يا اخوان، لازم سووا. نسيت اقول لكم يا اخوان فين رايح، او عرفتوا من العنوان اني رايح الى قطر. طب ليش رايح يا امجد؟ ايش هذا السؤال؟ قطر في هذا الوقت الواحد ليش يروح؟ يعني كل الناس ليش رايح قطر الحين؟ رايح اتابع او اصور، رايح يا اخوان اتابع واصور المونديال. اول يا اخوان ما كان عندي اي فكره او اي خطه اني اروح الى قطر، فجاه كذا صار اني ابغى اروح قطر. يلا الحين ابغى اروح قطر، احجز، طلع بطاقه هيا وكل شيء. ليش؟ لانه كاس العالم الجاي حيكون في امريكا وكندا ومكسيكو او مكسيك. باموس باموس، مستحيل اروح هناك، يعني من سبع مستحيلات، يعني الله كريم بس قطر مسهلين كل شيء. ابغى ريد بول، هذا كمان كاس العالم، نافذ ديو ديو سوق ايام جد ديو واللي 500، شاف الكاميرا وينصب علي، والله ما اخذ، تصبح عيني عينك، شكرية، الله افضل من هذا الشاي ابو 30 روبية، سوق ام علي ذا. لك الا صلاتي ما اخليها. تقبل الله منا ومنكم يا اخوان، قبل شوية تذكرت انه انا ما صليت العشاء. والله يا انه صار معانا فيلم. ابويا ايش صار معانا اليوم قبل شويه؟ الحمد لله. ابويا دائما يقول الحمد لله وفرحان مبتسم دوم يا رب. هذا كان يوريك مسدس، ابويا يورينا مسدس. لا لا ولدي، انه ربي نجانا الحمد لله. ما نحن السيد كمان يا ولدي. والله طبوا علينا قطعين الطرق، يا الله تهديهم او يا الله انك دمرهم من بكرة تبيهم يا شيخ. من قوة الخوف والله برد. اكيد تخاف يا اخي، اول شيء طيارتك بتروح وكل شيء. امجد استقبل انت، كل شيء قضاء الله وقدر. تسوقهم الله ياخذ، وخوفني من قوة الخوف والله برد. دحين في واحد بيقول لي رمى انت، مو رمى يا عمي، طيارتي بتروح، فلوسي بتروح، اغراضي بتروح، معدتي بتروح، والله شيء يقهر، شيء يغبن. السلام والسلام ابويا كمان للبيت ان شاء الله، بعد ما صار والله خايف عليك انا ان شاء الله. الله كريم، تمام طيب؟ تامني بشيء؟ والله يعطيك العافيه، الله يطول عمرك، ربنا يوصل سلامه ويجيب سلامه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، كله على شان عشان فيديو واشياء وناس عرب. ان شاء الله يا رب خير، ان شاء الله يجي يوم من الايام اودي كل اهلي معايا ان شاء الله، انت وامي والاهل كلهم. دعواتك. أيوة انت ابويا نفتك ان شاء الله. ان شاء الله تمام، مع السلامه. الله ما الله يجزيك. والله يا اخوان اني خايف على ابوي، بس توكل على الله هو ربي الحافظ. ويلا كويت ان شاء الله، ما ادري ايش راح اسوي لمده 20 ساعه، بمنتج، بتفرج شيء، بسوي اشياء غريبه، باكل، بشوف المطار، الله اعلم ايش راح اسوي. ان شاء الله تعدى على خير. اول مره قاعد اصور بالكاميرا في هذا المكان، كاميرا احترافيه، يا رب ما يجيني كف في رقبتي واروح فيها. بس يجيك من جلقنك يا كريم يا كريم. واخيرا نزلنا، والله يا نبل ان شاء الله من اسلامباد الى طار الكويت، من هناك ان شاء الله بعد 20 ساعة راح اكون في مطار دوحة باذن الواحد الاحد، وانتظروا بلوقات الجاية حتكون مرة غير خطيرة باذن الله. دعواتكم ودعمكم، لايك لايك لايك، كتاتكم الحلوة، شكرا لكم. حمر وجميع أفراد الطاقم نود أن نعتذر. هذا الجوال تعميك على طول، وانا كمان جيعان بيض. هذا اتوقع
بطاطس، هذا ما ادري ايش، مويه، هذا من جد سميه جغمه. هذا اللي يسموه جغمه يا اخوان. عصير برتقال جغمه كمان، زبادي. دايما بسوي سندويشت، يا رب ان الجوال لا يطيح. برطمران يا اخوان، اخيرا تقول لي من الصبح قاعد ادور عليه. والله قاعد ادور عليه مو فين. اعطوني غرفه يا اخوان، الدور الخامس. الله زبطوني، اقسم بالله كنت احسب اني بتمرتخ في المطار، بنسى تحت احد، بنام فوق الطاوله، ما ادري فوق الكرسي. بس والله زبطوني، شكرا لكويت ايرويز، شكرا من القلب. واخذ الكرت عشان لا يصير معنا زي سنان خالد، ورايح اتغدى. كان في غدا مره حلو. الله يدلعتهم، غدا وعشاء ومواصلات سكن بلاش، ريسبكت، هيدس اوف. في بوفيه مفتوح يا اخوان، انا اخذت مكرونه، هذا اتوقع بيض او بطاطس، هنا رز برياني وهنا لحم. بالعافيه علينا وشكرا لهم. يا اخوان هذا طلع سمك، سمك يا اخوان. هذا هو البوفيه يا اخوان، بعد ما تاكل تحط الصحون هنا والملاعق هنا والكاسات هنا والزباله هناك. ما شاء الله كان زي كذا. هذه الغرفة يا اخوان، ما صورت لكم زي الناس لانه كنت مرة تعبان من كويت ايرويز. شكرا، كان عندي ترانزيت ضبطوني بدون اي تشارجز اضافية، يعني ما اخذوا مني ولا ريال، فطور وغدا وعشاء زي الحلاوة. غرفة، شكرا والله. انا كلمت اخوياي، هم رحالة كمان، هم كمان انصدموا انه اعطوه غرفة وفندق غدا وعشاء مجانا وشي حلو ومحترمين جدا. شكرا لكويت ايرويز. هذه الغرفة يا اخوان، دورتكم الله يكرمكم. غرفة صغيرة لشخص واحد زي الفل. وهنا المنظر حلو، ليش؟ طيارات كلها. وهناك مدينة صباح السالم اتوقع زي كذا، ان شاء الله اني ما غلط، وانا كركبت كل شيء. باقي 5 دقائق وبيجي الباص، لازم انزل واشرب هذا دواء. وصل الباص يا اخوان، شكله فيه مطر. لا ما في مطر بس الجو حلو. طلع من جد يا اخوان الجو مره حلو، بس لا باد، كان بارد بارد بارد. افغانستان كان ابرد، هنا الجو معتدل كاني في الصيف. لازم اروح الى دي 5 ودي 5 فوق. انا اليوم اتبهدلت هنا الصباح، مره اتبهدلت. ليش؟ بسبب بنكي اللي في باكستان، هم اللي بهدلوني، قلت لهم فعلوا لي البطاقه، هم ما فعلوا. الله يقلع ابليسهم، والله بهذلوني. في يابانيين كمان معايا نفس الطياره، يابانيين وفيتنام، من فيتنام كان واحد ياباني بشجع اليابان، والفيتنامي هذا قال لي بشجع برازيل، انا بشجع السعوديه حتى لو لا سمح الله خسرنا كمان. يقول لي اليوم خسرت، قلت بنكسر راس المكسيك ان شاء الله. المونديال خلص وانا الحين ما وصلت قطر. ما شاء الله في امريكي، كندي، مغربي، من غانا، من فين، كلهم رايحين المونديال الا قطر. هذا من جد ممر السعاده. هذا هو البزنس كلاس يا اخوان، ورا الايكونومي برضو، نفس المقعد نفس الرف، بس اللهم غيرنا من يمين الى يسار.
بامكانك غير الشخص اللي كان قاعد هنا راح هناك، انا حولت من هنا لهنا عشان يكون اوسع. هذاك ما ارتاح، هذاك ما ارتاح، هذاك ما ارتاح، كلنا ارتحنا يا اخوان. ذكرني بالمترو، مترو. الحمد لله يا اخوان وصلنا قطر بالسلامة، اللهم لك الحمد. اخيرا شكرا. نقدر نقول الحين دولة رقم 5. الكويت ما يعتبر، بس ها شفنا كويت كذا من برا من فوق، حسينا بالاجواء، ممر السعادة. لا مو كذا، 18 دقيقة مش في مترو داخل المطار؟ ما شاء الله 7 دقائق. خليني اروح مشي 18 دقيقة. يا ود دواك كامل كل يوم الصباح تمشي هنا، خط لا نهائي ما شاء الله. من جدك يا مجد، انت في افخم مطار في العالم. دقيقة رحت دورة المياه الله يكرمكم، كلهم فقعوا لهالدرجة سريعين ما شاء الله. ايه ايه ما شاء الله، ايه ايه ما شاء الله يا المطار ما شاء الله. والله الله يهنيكم والله يا هالقطر، والله انكم ما شاء الله متدلعين. ابراهيم لما شاف مطار اسلام اباد قالوا والله مطاراتكم مره فخمه، هو لو يشوف هذا المطار ايش راح يسوي؟ ما شاء الله. انا فرحان والله انه هذا الشيء موجود في دوله مسلمه ودوله عربيه، الحمد لله. بالرجعه بجي بالمترو. اصلا في رجعه ولا ما في؟ هاي سبين فاموس. هذا كان جالس جنبي بس قلت له شيء واحد فرح مره كثير، كان بشبك جواله هناك في الشاشه، قلت له شفت هاد اشبك هناك هذاك اسرع، قال لي اوه شكرا ذكرتني، فرح. قام يسولف ويضحك، كان محترم. انتظروا فلوقات الجايه نقله نوعيه في القناه ان شاء الله. تبدو بضاك الحبيبة وين؟ شكله قدام. ايه ما شاء الله. شوف اخوان كيف صار. طبعا هنا يعطوك شرايح. اللي عندهم بطاقة هيا بلاش. نت بلاش. وفي اتصال كمان. زي ما مكتوب. نشوف كيف هو. كيف الطريقة؟ تجي عندهم توريهم الهيا كارد حقك، فيعطيك الشريحة، يعطيك ورقة يقول لك سوي سكان ويعلمك الطريقة كيف تسوي. اكواد كل شيء وبلاش كمان وبلا حدود. خلاص طلعنا، ما ادري ايش راح اسوي. كلمت اخونا عرفان هو راح يجي وياخذني، ما ادري من فين راح يجي، انتظره في مكان. افتح يا سمسم. مستاكوس هذا اللي عارفه. عرفان فينك؟ فينك يا صديق؟ هذا هو يا اخوان ملعب الثمام. هالملعب جيته قبل يومين، مباراة اسبانيا وكوستاريكا، او 3 ايام يعني. هذا اي هذا طيب يا جماعة الخير، هنا وصلنا لهذا المقطع. لو عجبكم هذا المقطع يا اخوان سووا لايك، واللي مو مشترك يشترك في القناة فضلا وليس امرا. نبغى نوصل 700,000 في اقرب وقت باذن الله، حنوصل باذن الله قبل ما يطلع من قطر باذن الواحد الاحد راح نوصل، ونبغى نوصل 20,000 لايك اقل شيء في هذا المقطع، احنا قدها وقدودها. انا جدا فرحان اني وصلت قطر، وانتظروا الفلوقات الجاية حتشوفوا شيء خرافي باذن الله. من الحين شوفوا المنظر يا اخوان، انا مو في قطر، انا في هذا المنظر متشابه بمناظر سنغافوره هونغ كونغ، فانا في سنغافوره ما شاء الله. شيء مفرح انه هذا الشيء موجود في دول عربيه ودوله خليجيه، او بالاصح دوله مسلمه، فخر بالنسبه لنا. اشوفكم على خير، صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انستغرام سناب كل شيء تحت، والتيك توك. اشوفكم على خير. ابويا مو موجود عشان يقول لكم سووا لايك، بس انا بدال ابويا واسطه. سووا لايك. مع السلامة.
احبكم في الله.